موافق عليه. يعطيك العافية أخوي الياس. الله يعافيك إن شاء الله. معنا المتسابق رقم 3 عبد الله زياد الحربي. بسم الله. حياك الله أخوي. الله يلقيك ويسلمك. جاهز؟ جاهز. شوفه. شوفه هنا ولا هنا؟ عندك. يلا. شباب خلوكم داخل دقيقة، سكر الباب لو سمحت. تامر اختر واحد من المتسابقين يفديك ويفدي والدك واخوانك في انه يقدم من نقاطه 3000 نقطة عشان تلتقون على خشمي. وابوك يشارك في القرار على خشمي. ولكن القرار الأخير أنا راح آخذه منك أنت يا تامر. وش القرار؟ اختر. هذه مسابقة ترى يا ثامر. ما تبغى تشوفهم؟ أبوك، أخوانك موجودين قدامك. سكروا الباب الشباب. عبد الله محمد لو سمحت قفل الباب، وهذا آخر إنذار وآخر تنبيه لكم. ولا ترى بقفل الفقرة والله. عبود ارجع. ثامر ايش توجه لاخوياك من كلام؟ يسمعونك كلهم الان بسبيكر، تفضل. والله اني داري كلهم ناطيني يبون يعطيهم 3000، بس ما راح اعطي احد. من الله خلقني مع صيت هبي وبيقول مدي لا تعطي احد. ما اقدر. ابوك شاورك بالراي، ولكن القرار اولا واخيرا عندك. انا قراري من قرار ربي. انتهى. يعذروني. يعذروني. اخر فرصه. ما اقدر. ما اقدر اختار على حسب حساب واحد من اخويا مره. إذن يا ثامر لحظة اللقامة تمت. ما في مرحلة رابعة. وإحنا والله نعتذر منك أشد العذر. مرحلة رابعة. مع الأسف الشديد يا ثامر. نعتذر منك. شكرا يعطيك العافية يا ثامر. العذر منك يا يوسف. ناصر. ناصر. لحظة لحظة. إيش ناصر؟ كيف ينصف السبيل، وفي فراقك كيف يعذرنا الهوى. الوصال بحسنة الرمال جميل. شفنا مقطع أخوي عبد الله. والله الموقف صعب، الموقف صعب صعب صعب، ولكن دام أبوي وصل القرية ما نمخليه يطلع لنا شايبة. أبختار أني أضحي أي رصيد بدون ما ضره، أما يكون نقاطها على شيء، أما خابر إن اللي بيني وبينه وأقدر يعني أصلح الموضوع بيعذرني. لكن أبوي وصل للقرية ووصل قدام عيني وأنا أشوفه وهو يشوفني وبيني وبينه قزاز، لا بالله أني بختار والعوض على الله، لكن ماني مرجع أبوي. طيب سياسة الفقرة إذا عنده خيارين نجاوب الأسئلة أو يفديه صاحبه بخصم على صاحبه مو عليه هو. هو استنفذ الخيار الأول اللي هو جواب على الأسئلة. إيه. فبقى عنده إن واحد من أخوياه ياخذ خصم. لو أنت مكانه. أنا قلت لك وهذا اللي فهمته أنا من تبي تخصم على زميلك. نعم ما دام أبوي هو اللي جاي. إيه. أبوي اللي فيه. إي نعم. أبى أختار الخصم، ما عندي مشكلة ما دام إني اخترت الأسئلة. وطلعت اني ما جاوبت فيها وجت عند الفقره هذه، والفقره هذه مهمه، وابوي قدامي ووصل عندي بالقريه، بختار اني اخصم على خويي وادخل واشوف ابوي. بالنهايه هي مسابقه، وخصمي على خويي ترى جزء من المنافسه. ما اخذت منها انا وانا طايع، لكن فقره وسياسه برنامج. طيب هي مضره لصاحبك. مضره لصاحبك. يبشر بالعوض برا البرنامج، لكن داخل البرنامج حنا في مسابقة. طيب حتى لو الوالد طلب منك انك ما تخصم
والله أمر أبوي على العين والرأس، إذا أمر أبوي انتهى الموضوع كامل، ولكنها صعبة علي جدا أني أبوي وصل إلينا القرية وما أشوفه. هو في المقطع نشاهد الوالد المتسابق أنه يأمره بعدم اتخاذ هذا القرار. والله أني يمكن أختار، يمكن لا شفت أبوي قدامي ما يمكن. قصدك أنت أنه راح تشوف الوالد بأي ثمن؟ إيه، ولو كان الوالد معترض على ذلك. رغبة الوالد جماله بربعي اللي معي إنه ما وده إنه يخصم منهم، بس أنا يهمني إني أشوف أبوي، أنا أحتاجه باللحظة ذيك. أنا ما أخذ لي شهر ونص شهرين ما شفت أبوي، صعب إني بخليه يرجع من مكانه ما شفته. يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك. كفيت وكفيت طال عمرك. أخوي عبد الله من المتسابق محمد مفلح شهراني.